والآن نترككم الآن مع آراء مواطنو ومولو بلدية تمسيف بولاية المسيلة حول أضحية الغيد وعملية تسويقها هذه السنة تزامنا مع تفشي وباء كورونا. نتابع المزيد مع بعض حمزة وزهني سعيد. ما زالت جائحة فيروس كورونا تواصل تأثيرها على العديد من الفئات اقتصاديا، وخاصة بالتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك، حيث ينتظر تجار الأغنام تلك الفترة من كل عام، حيث إنها فترة موسم تجارتهم. إلا أن هناك طرق بديلة، حيث صرح لنا بعض تجار المواشي أن اعتمادهم هذا العام على الزبون القديم، وهو من اعتاد على الشراء منهم ويثق في منتجاتهم. أيضا بيع الأضاحي عن طريق الأنترنت، من خلالها تنشر صورها وتحديد مكانها. أنا موال من ولاية المسيلة. احنا في الظروف الحالية هذه تاع كورونا انضرينا بزاف بصفتنا كموالين وفلاحين، ولكن الحمد لله رانا نبيع عن طريق التواصل عبر الهاتف، عبر الانترنت، عبر الفيسبوك، واللي الشيء اللي نقدروا عليه ان شاء الله رانا نديروه، وان شاء الله ربي يرفع عنا هذا الوباء في القريب العاجل. وقبيل حلول عيد الأضحى المبارك بأيام، سارعت السلطات الولائية بقرار يقضي بفتح نقاط بيع للمواشي عبر عدد من بلديات الولاية في إطار مرافقة المواشي وتمكين المواطن من اقتناء أضحية العيد، حيث تم جملة من التدابير الاحترازية من خطر تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد-19. لأجل السير الحسن ونشاطات نقاط البيع الخاصة بأضاحي العيد دون ما الإضرار بصحة المواطن ومراعاة الالتزام بشروط الوقائية من فيروس كورونا. كاينين نقاط البيع والدعوة راها مليحة، بصح وين ما حلونا سوق بين الولايات. احنا الفلاحين رانا ضرينا، واهل الدبايب ورانا نخلى نشرو فيها ب 300، الشعير ب 400، رانا متهتكين وزدتوا سكرتوا عنا الاسواق بين الولايات، رانا حنا الموالات اتخذنا. بالنسبه لنا احنا يا راهي مليحه السوق، ماشي، اسعار معقوله، ماهيش يعني بالنسبه للمواطن راها صعيبه عليه. والله احنا ناس موالين رانا نبيعوا يعني في الاسعار هذه، يعني معقوله، ماهيش حاجه كبيره والله. تروح من بين من 3 ملايين حتى ل 5 ملايين، هذه بالنسبه للاسعار، يعني زوالي عيد. استحسن المواطنين هذه الخطوة التي من شأنها ضمان اقتناء أضحية العيد في ظروف منتظمة، كما أثلج هذا القرار صدور الموالين بعد تزايد قلقهم مؤخرا من كساد مواشيهم التي يحضرونها.